بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الجزء الرابع من سلسلة صفة الصفوة، واليوم نتحدث عن قصة مؤثرة لأحد هؤلاء الصفوة، وهو حمزة ابن عمارة الزيات الكوفي، وكان من علماء أهل زمانه بالقراءات، وكان من خيار عباد الله الصالحين عبادة وفضلا وورعا ونسكا، صاحب قرآن وسنة. كان الأعمش إذا رأى حمزة قد أقبل قال: هذا حبر القرآن. واسمعوا إلى هذه الرؤية العجيبة المؤثرة. وكما تعلمون أن المؤمن تأتيه المبشرات في الدنيا قبل وفاته، كما قال سبحانه وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، وما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. عن خلف بن هشام البزار قال: قال لي سليم ابن عيسى وهو تلميذ حمزة، قال سليم: دخلت على حمزة بن حبيب الزيات فوجدته يمرغ خديه في الأرض ويبكي، فقلت: أعيذك بالله. فقال: لماذا استعذت؟ رأيت البارحة في منامي كأن القيامة قد قامت وقد دعي بقراء القرآن، فكنت في من حضر، فسمعت قائلا يقول بكلام عذب: لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن. فرجعت القهقرى، يعني رجعت إلى الخلف، لأن المسألة يا أخوة موقف مهيب، فتردد ورجع إلى الخلف. وهذا حال المؤمن، المؤمن دائما لا يعجب بعمله، ودائما يعني يكون بين الرجاء والخوف في مسألة قبول العمل، وأن الله سبحانه وتعالى ما يدري الله قبل مني أو لم يقبل مني. فهذا حال المؤمن، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ولكن يتواضع. فرجعت القهقرى فهتف باسمي: أين حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت: لبيك داعي الله. فبدرني ملك فقال: قل لبيك اللهم، يعني الذي دعاه هو الله جل جلاله. فقلت: لبيك كما قال لي. فأدخلني دارا فسمعت فيها ضجيج القرآن فوقفت أرعد، فسمعت قائلا يقول: لا بأس عليك، ارقه واقرأ. فأدرت وجهي فإذا أنا بمنبر من در أبيض، دفتاه من ياقوت أصفر، مراقيح من زبرجد أخضر. فقال لي: ارقه واقرأ. فرقيت فقال لي: اقرأ سورة الأنعام. فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأ. الآن هو يسمع هذا الصوت ويطبق هذه الأوامر. فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأ حتى بلغت 60 آية. فلما بلغت وهو القاهر فوق عباده قال لي: يا حمزة، ألست القاهر فوق عبادي؟ فقلت: بلى. قال: صدقت، اقرأ. فقرأت حتى ختمتها، ثم قال لي: اقرأ. فقرأت الأعراف حتى بلغت آخرها، فأومأت إلى الأرض بالسجود. فقال لي: حسبك ما مضى، لا تسجد يا حمزة، يعني حسبك ما مضى من الدنيا من العبادة. فقال لي: حسبك ما مضى، لا تسجد يا حمزة، من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت: سليمان. قال: صدقت. من أقرأ سليمان؟ قال: يحيى. قال: صدق يحيى. على من قرأ يحيى؟ فقلت: على أبي عبد الرحمن السلمي.
قال: صدق أبو عبد الرحمن السلمي. من أقرأ أبا عبد الرحمن؟ فقلت: ابن عم نبيك علي، اقصد علي بن أبي طالب. فقال: صدق علي. فمن أقرأ عليا؟ قلت: نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أقرأ نبي؟ قلت: جبريل عليه السلام. قال: ومن أقرأ جبريل؟ قال حمزة، فسكت. فقال لي: يا حمزة، قل أنت. قال: فقلت: ما أجسر أن أقول، يعني من المهابة، من العظمة، من الجلال، أمام من؟ أمام ملك الأكوان القدوس الأعظم الله جل جلاله، ما يجرؤ أن يقول أنت. ولكن لما أتى الأمر من الله طبق حمزة هذا الأمر، فقال: قلت أنت. قال: صدقت يا حمزة، وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن، لا سيما إذا عملوا بالقرآن. يا حمزة، القرآن كلامي، وما أحب أحدا كحبي أهل القرآن. أدن يا حمزة. فدنوت، فضمخني بالغالية. الغالية هي نوع من أنواع الطيب، من أنواع العطور الطيبة الحسنة الغالية. وقال: ليس أفعل بك وحدك، قد فعلت ذاك بنظرائك ممن فوقك ومن دونك، ومن أقرأ القرآن كما أقرأته لم يرد بذلك غيري، وما خبأت لك يا حمزة عندي أكثر، فأعلم أصحابك بمكاني من حبي لأهل القرآن وفعلي بهم، فهم المصطفون الأخيار. يا حمزة وعزتي وجلالي، لا أعذب لساناً تلا القرآن بالنار، ولا قلبا وعاه، ولا أذنا سمعته، ولا عينا نظرته. فقلت: سبحانك سبحانك. فقال: يا حمزة، أين نظار المصاحف؟ يعني الذين يقرؤونه من غير حفظ، يقرؤونه بالنظر. فقلت: يا ربي، أفحفاظ هم؟ قال: لا، ولكني أحفظه لهم حتى يوم القيامة، فإذا لقوني رفعت لهم بكل آية درجة. ثم التفت حمزة إلى تلميذه سليم وقال: أفتلومني أن أبكي وأتمرغ في التراب؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله العظيم، سبحان الله المجيد، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. انظر يا إخوة يا أخوات إلى مدى حب الله لأهل القرآن، كما ورد في الحديث الصحيح أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فأبشروا يا أهل القرآن، أبشروا يا حفاظ القرآن، أبشروا يا قراء القرآن، أبشروا بكل خير، أبشروا بالرحمة، أبشروا بالنور، أبشروا بالكرم والكرامة من رب العالمين. أنتم تتلون أعز وأكرم وأجل وأعلى وأعظم كلام في الوجود. هذا ما عندي، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المخلصين الخالصين الأتقياء الأنقياء الأصفياء أولياء الله في الأرض، من المقربين إليه في السماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.